والمهدي يخرج إذا كثر اختلاف الناس وعم الظلم والجور، يخرجه الله عز وجل تنفيسا لهذه الأمة. ففي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن الأرض ويرضى عنه ساكن السماء، ويقسم المال صحاحا. قيل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله، حتى ينادي، يعني المهدي، حتى ينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فلا يقوم أحد من الناس إلا رجل، فيقول له: ائت السدان، يعني الخازن، وقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيأتي فيقول له: احثوا، يعني احث من هذا المال، حتى إذا أحجره وأبرزه ندم هذا الرجل، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا يقبل منه، ويقال له: إنا لا نقبل شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. فدل هذا على أنه بعد المهدي يظهر الشر